بس عايزه اقول لك انه الحقيقه كابتن ربيع ياسين عامل منتخب قوي، يعني قدروا قبل كده ان هم يفوزوا على الجزائر وعلى كذا منتخب، هم الحقيقه منتخب قوي. واعتقد انه زي ما انت ما بتقول، انا ليه بقول لك حاسين بالظلم، فكره ان هم خسروا مباراه هم اصلا ما نزلوش ارض الملعب، فده لوحده احساس بالظلم. يمكن يا رب ان شاء الله يديهم دافع ان هم يقدروا يكملوا البطوله بمستوى رائع يعني. طيب خلينا نروح لتونس، هيكون معانا السيد هشام بن عمران رئيس اللجنه الوطنيه للمنتخبات بالاتحاد التونسي لكره القدم. مساء الخير واهلا بيك على شاشه الاهلي في السادسه. مساء الخير واهلا بكل الحضور بتاعك وكل مشاهدي قناه الاهلي. اولا لابد ان انا اتوجه بالشكر لكل القائمين على المنظومه الرياضيه في تونس على الدعم الكبير اللي تقدم لمنتخب مصر في ظل الظروف الصعبه اللي بيواجهها المنتخب واصابه عدد كبير جدا من اللاعبين بفيروس كورونا منعت المنتخب من مواجهته الاولى او من هو يخوض مواجهته الاولى مع ليبيا. والحقيقه كان في رسائل شكر وتقدير كبيره جدا للجانب التونسي على كل الدعم اللي وجده المنتخب المصري. بارك الله فيك على الشكر، ما لا شكر على واجب. مصر، تونس، ليبيا، المغرب والجزائر كل اشقاء، معناتها عملنا اللي علينا وان شاء الله وفرنا لهم جميع الظروف الملائمه. وتعرف مع الظروف تاع الكوفيد معناتها صعيب التنظيم يكون صعب جدا. الحق تمكننا باش الفريق المصري يكون موجود في التورنوا هذا، في التورنمنت هذا، وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل ان شاء الله. بالنسبه لتونس معناتها واجب علينا، ما عندناش حتى مزيه احنا وخيان مع مصر ومع المجموعه اللي موجوده كل بتاع الاتحاد المغاربي. ان شاء الله يكونوا وفرنا جميع سبل. سيد هشام خليني اسالك في البدايه من الناحيه التنظيميه، مش بتتفق معايا انها كانت مغامره كبيره جدا انه في ظل الظروف اللي بيمر بيها العالم كله كانت مغامره كبيره انه كل المنتخبات اللي بتشارك في البطوله تكون في محل اقامه او تكون في فندق واحد؟ هو بالنسبه لمحل الاقامه هو حبينا معناتها هذا البروتوكول معناتها الصحي هو اللي يجبر علينا باش الناس الكل تبدا فرد نصل. هو معناتها تبدا احسن الظروف كي تبدا الناس كل فرد نزل، ما عادش فما لا دخول لا خروج. ونعرفوا معناتها الديليجيشن تاع تونس وتاع مصر وتاع المغرب وليبيا والجزائر الكل مع بعضهم، كل واحد ما خو ايتاج، هو فندق معناتها فندق خمسه نجوم وفيه معناتها عده نيفو معناتها ليفل، مع كل فريق عنده ليفل نتاعو وبعاد على بعضهم، ما الكل بعاد على بعضهم، كل فريق عنده الليفل 7 للفريق المصري، الليفل 6 للفريق المصري، الفريق الليبي، ومعناتها كل مجموعه موجوده في الليفل نتاعها وبعيد على كل شيء. معناتها نتصور الظروف طيبه وقدر البروتوكول الصحي يجبر علينا باش يكونوا الناس كل مع بعضهم، هذه حاجه الاولانيه. وما الفنادق الكل نتاع تونس اللي بخمسه نجوم فما ناس ما تقبلش مجموعه كيما هكا، وخاطر تعرف كيما صار الكوفيد بالنسبه للاعيبه المصاروه معناتها كان حتى فندق اخر ما يقبلهمش، فهمت كيفاش؟ عندهم التزامات ومعناتها التراتيب نتاعهم ما تسمحش باش يكون كل واحد في نزل. هل ظهرت حالات اصابه بكوفيد 19 في 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 منتخبات اخرى مشاركه في البطوله؟ هو بكل صراحه معناتها المنتخب الليبي والمغربي والجزائري ما في حتى حاله اصابه. بالنسبه للفريق المصري اللعيبه اللي عندهم حاله اصابه هذيك خلى البرنامج ما يتعملش وقالوا ناقصين لعيبه يلزمهم 15 لاعب كما تعرف الاتحاد الافريقي يجبر علينا 15 لاعب، ولذا خسروهم الماتش هذايا معناتها اول ماتش ضد ليبيا، وباش ان شاء الله بقدره ربي معناتها الفريق المصري باش يستنجد من لعيبه من مصر، هذول ثلاثه ولا اربعه لعيبه بقدره ربي معناتها نهار الجمعه نلعب مباراه تونس ومصر وان شاء الله تواصل الفريق المصري يواصل. شايف ازاي يا فندم المباراه دي فنيا مصر وتونس، خصوصا بعد تعادل تونس مع منتخب الجزائر في المباراه الاولى؟ والله في المستوى الفني انا شفنا المباراه بتاع تونس والجزائر ونعرفوهم الفئه تحت دون ال 20 سنه معناتها المستوى متقارب جدا، وتعرف معناتها مستوى مرموق بالنسبه للفرق الكل اللي بتشارك في الدوره. بقينا تونس والجزائر البارح معناتها صارت مباراه في مستوى عالي، تعادلت فيها تونس مع الجزائر،
ونطور اللي المنتخبات الاخرى الكلهم فرد مستوى، وباش تكون معناتها حتى بالرغم الخساره نتاع مصر ضد ليبيا معناتها بالديسكاليفي، معناتها ما نتصورش كان تمست في معناتها مستقبل الفريق في الاربع مقابلات الجايه ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا سيد هشام بن عمران رئيس اللجنه الوطنيه للمنتخبات الاتحاد التونسي لكره القدم، شكرا على التواصل معنا.